Mega goal 4. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you, dear student? I hope you're fine. Welcome back. Would you please, dear student, press like, subscribe and active the bell. فضلا منكم أعزائي الطلاب الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعم القناة بالنشر بين زملائكم الطلاب. Okay, dear student, we are still in Unit 2, The Sporting Life. 12 project page number 32 and 33. In this lesson you are going to, ستقوم عزيزي الطالب في هذا الدرس بالتالي: 1 project المشروع, 2 self reflection التقييم الذاتي. Okay dear student, would you please open your book page number 32 and 33. 1 project المشروع. A long list of different sports and events are included in the Summer Olympics such as. يتم تضمين قائمة طويلة من الرياضات والأحداث المختلفة في الألعاب الأولمبية الصيفية مثل Archery الرماية, Athletics ألعاب القوة, بادمن تنس الريشة, باسكتبول كرة السلة, بوكسينج الملاكمة, كانوينج التجديف بالقوارب, سايكلينج ركوب الدراجات, دايفينج الغوص, إكويستريان الفروسية, فينيسينج لعبة السياج, فيلد هوكي لعبة الهوكي, فوتبول كرة القدم, جيمناستكس الرياضة البدنية, هاندبول كرة اليد, جودو لعبة الجودو, بنتاثليون لعبة الخماسي, روينج التجديف, سيلينج الإبحار, شوتينج إطلاق الرصاص, سويمينج السباحة, تيبل تنس تنس الطاولة, تيكواندو لعبة التيكواندو, تنس لعبة التنس, ترايثلون لعبة الترايثلون, فوليبول كرة الطائرة, ووتر بولو كرة الماء, ويت ليفتينج رفع الأثقال, ريستلينج المصارعة. 1. Circle the ones that you are familiar with. Find out if your classmates know more about the sports events that you are not familiar with. ضع دائرة حول الألعاب التي تعرفها. اكتشف ما إذا كان أحد زملائك يعرف المزيد عن هذه الرياضات والأحداث التي لا تعرفها أو ليست معلومة بالنسبة لك. 2. Work in pairs or groups. قم بالعمل على شكل أزواج أو مجموعات. Research and find out which sports events are the most popular ones. ابحث وتعرف على الرياضات الأحدث والأكثر شعبية. Choose 2 popular sports events to research and collect information about. اختر 2 من الرياضات الشعبية ثم قم بالبحث وأجمع المعلومات حول هذه الرياضتين التي اخترتها. Use the chart to make notes and select photos pictures. استخدم الجدول الموجود في الأسفل عزيزي الطالب ثم ابحث عن الصور والرسومات التي تصف أو تتحدث عن هذه اللعبتين التي تم اختيارها. Design and make poster or display on the wall of your classroom for your classmates to read. قم بإعداد عرض أو لوحة إعلانية
على الحائط داخل فصلك أمام الطلاب لمعرفة هذه الرياضتين التي تم اختيارها. Answer questions about your posters. قم بالإجابة عن الأسئلة التي تدور حول هذه الصور أو هذه اللوحة التي قمت بإعدادها. الآن عزيز الطالب، المطلوب منك في هذا المشروع أداؤه التالي: قم باختيار رياضتين من الرياضات أو الأمثلة الموجودة أمامك، ثم بعد اختيار هذه الرياضات اكتب ملاحظاتك عنها في هذا الجدول الذي سوف نناقشه في الأسفل، وبعد الانتهاء من كتابة المعلومات في الجدول قم بإعداد هذا العرض المرئي سواء على لوحة داخل الفصل أو عرض مرئي عن طريق الحاسب الآلي كما هو الحال في التعليم عن بعد أو كما يطلبه منك أستاذك في الفصل. Okay, the student, now we will discuss the table. سنناقش هذا الجدول. Name of the sports event. في البداية ستكتب أسماء هذه الألعاب أو هذه الأحداث. Date it was introduced in the Olympics. تاريخ تقديم هذه الرياضة أو هذه اللعبة في دورة الألعاب الأولمبية. History, place of origin, development, popularity, key people. تاريخ ومكان المنشأ والتنمية الشعبية والشخصيات الرئيسية في هذه اللعبة. Objective of games, sport, event. أهداف هذه اللعبة والرياضة والحدث. First and latest gold medalists and countries of origin. أول وأحدث الحاصلين على الميداليات الذهبية. Current status in the Olympics and the world champion. الوضع الحالي في الأولمبيات وبطولة العالم. Preparation of athletes, inclusion in the Olympics, semi-finals or finals. إعداد الرياضيين وإدراج هذه اللعبة في الأولمبياد في نصف النهائي أو النهايات. Okay, dear student, now we will see the example of these sports. سنرى الآن عزيز الطالب أمثلة على هذه الرياضات، ولكن في البداية بعد الاستفادة من هذا الشرح عزيز الطالب قم بكتابة الأمثلة بنفسك. سنرى الآن شرح هذه الأمثلة. بايثلون، وسنتعرف على هذه الرياضة. Date it was introduced، التاريخ التي نشأت فيه في الأولمبيات، in the Olympics. In 1912، في عام 1912 ميلادي. History, place of origin, development, popularity, key people. تاريخ هذه اللعبة والأشخاص الذين أسسوا هذه اللعبة وكيف تطورت وكيف أصبحت شعبية ومن هم الأشخاص المشهورين في هذه اللعبة. Scandinavian, the Norwegian military organized the four ever sent in Oslo 17 kilometer cross country sky race with 2 minute penalties. نظم الجيش الاسكندنافي النرويجي في أوسلو سباق للتزلج عبارة عن 17 كيلومتر على الريف الثلجي مع دقيقتين من ضربات الجزاء. Objective of games sport event. أهداف هذه اللعبة أو الرياضة أو الأحداث. Shooting while skiing. إطلاق النار أثناء التزلج وهو الهدف الرئيسي من هذه اللعبة. First and latest gold medalists and countries of origin. من حصل على هذه البطولات أو الميداليات الذهبية وبلد المنشأ. كلاس لاستندر سويدن يوهانس Thinges B, Norway. Current status in the Olympics and the world champions.
الوضع الحالي في الأولمبياد وبطولة العالم. الوضع الحالي في الأولمبياد وفي بطولة العالم. In 2002, at 12.5 kilometer pursuit event was added for men and 10 kilometer for women. في عام 2002 تمت إضافة سباق مطاردة بطول 12.5 كيلومتر للرجال و10 كيلومتر للسيدات. Preparation of athletes inclusion in the Olympics semi-finals or finals. إدراجها في الأولمبياد نصف النهائي أو النهائي. A race in which contestants skate through a cross-country trail system divided into either two or four shooting grounds. سباق يتزلج فيه المتسابقون عبر نظام درب عبر الريف مقسم إلى جولتين أو أربع جولات رماية. Okay, dear student, this is the first sport. We discussed it. Now we will discuss the second sport. سنناقش الآن اللعبة أو الرياضة الثانية. ليجو. وسنرى الآن ما هي هذه اللعبة. تاريخها كانت في القرن التاسع عشر. 19th century. History, place of origin, development, popularity, key people. التاريخ وما المنشأ والبلد الذي نشأت به ومن هم الأشخاص الرئيسيين. It was developed as a sport in Switzerland in the 16th century. تم تطويرها كرياضة في سويسرا في القرن السادس عشر. Objective, الأهداف. Of game, sports event, الهدف من هذه اللعبة والرياضة والحدث. Hurtle down a slippery ice track at great speed relying on reflexes. انطلق في مسار جليدي زلق بسرعة كبيرة بالاعتماد على ردود الأفعال. First and latest gold medalists and countries of origin. أول وأحدث الحاصلين على الميداليات الذهبية وبلدان المنشئ. توماس كوهلر جيرماني. ديفيد جليشر أستيريا. اللاعبان توماس كوهلر من ألمانيا وديفيد جليشر من النمسا. Current rate status in the Olympics and the World Champions. إدراجها في الأولمبياد. الوضع الحالي في الأولمبياد وبطولات العالم. In 1964, Liju made its Olympic debut at the Innsbruck Games with a mixed event. في عام 1964 ظهرت زحليقة أو لعبة الليجو لأول مرة في الألعاب الأولمبية في ألعاب إنسبروك بحدث مختلط. Preparation of athletes inclusion in the Olympics semi-finals or finals. إدراجها في الأولمبياد نصف النهائي أو النهائي. To balance mental and physical fitness. لتحقيق التوازن بين اللياقة البدنية والعقلية. Okay, dear student, now we will see how we make these posters or the showing. عزيزي الطالب سنرى الآن كيف سنقوم بأداء هذا العرض المرئي سواء كان على لوحات داخل الفصل أو يكون عن طريق أجهزة الحاسب الآلي وبرامجه. وكما نعلم العزيز الطالب الآن عن طريق التعليم عن بعد فستقوم عزيز الطالب بإعداد عرض مرئي عن هذه الرياضة أو كما يطلبه الأستاذ منك عزيز الطالب. بايثلون. وكذلك السودنت سنرى الآن عرضا مرئيا لهذه الرياضة كما نرى في الصورة عزيز الطالب. يكون أداءك للمشروع بهذه الطريقة بإحضار الصورة الخاصة بأي رياضة تختارها. ولك عزيز الطالب أن تبحث في مواقع البحث عن أي صور ترغب في إضافتها.
كما نرى الآن عزيز الطالب هذا مثال على المشروع للرياضة الأولى. نرى الآن الرياضة الثانية ليجو، وهو عبارة عن التزحلق في الطرق الجليدية أو الدروب الجليدية أو التزلج على الجليد كما نرى في الصور. تو سيلف ريفليكشن، التقييم الشخصي. Things that I liked about unit 2، الأشياء التي عجبتني في الوحدة الثانية. وتكتب هنا عزيز الطالب ما أعجبك في هذه الوحدة. Things that I didn't like very much، الأشياء التي لم أرغب بها بشكل كبير. Things that I found easy in unit 2، الأشياء السهلة التي وجدتها في الوحدة الثانية. Things that I found difficult in unit 2، الصعوبات التي واجهتني في الوحدة الثانية. The student now we will see this checklist، وهذه عناصر التقييم في الوحدة الثانية، وهو ما درسناه وتعلمناه في هذه الوحدة. I can do this very well، أستطيع أداءه بشكل جيد. I can do this quite well، أستطيع أداءه بشكل متوسط. I need to study practice more، أحتاج إلى التعلم والتدرب أكثر. Talk about Olympics sports and athletes، الحديث عن الألعاب الأولمبية والرياضات وألعاب القوة. Encourage and express confidence in someone، وصف أو التعبير عن الحماس والتشجيع لشخص ما. Explain steps in processes or games، شرح خطوات أو إجراءات لعبة ما. Use gerunds as subjects، استخدام المصدر أو اسم الفعل كفاعل. Use the superlative plus present perfect، استخدام اسم التفضيل مع الفعل المضارع التام. Use the present perfect progressive versus present perfect simple، استخدام الفعل المضارع المستمر مقابل المضارع التام البسيط. Ask how long، السؤال بصيغة how long. Use adverbs of manner، استخدام أحوال، استخدام صيغة الحال. Use comparative forms and structures with adjectives and adverbs، استخدام صيغ المقارنة مع الصفات والأحوال. My five favorite new words in unit 2، خمسة كلمات جديدة عجبتني في هذه الوحدة. If you are still not sure about something from unit 2، إذا كنت غير متأكد من أداء بعض الأشياء في الوحدة الثانية، read through the unit again، أعد قراءة الوحدة. Listen to the audio material، الاستماع للنصوص الصوتية. Study the grammar and functions from the unit again، أعد دراسة الوظائف والقواعد في هذه الوحدة مرة أخرى. Ask your teacher for help، اسأل معلمك للمساعدة. Okay dear student، we will remember you by Prophet Muhammad peace be upon him says، Allah created 100 parts of mercy and he distributed one amongst his creation and kept this 100 excepting one with himself for the day of resurrection. Prophet Muhammad peace be upon him، عليه أفضل الصلاة والسلام تسليم من قال ذلك. خلق الله سبحانه وتعالى 100 رحمة، فأمسك 99 وأنزل واحدة بين الناس وبين الخلائق ليتراحمون في بان بينهم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من قال ذلك. شكرا لكم أعزائي الطلاب على حسن المتابعة، فضلا منكم الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعم القناة بالنشر بين الطلاب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم.